جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ هذا السائل: ما مدى صحة هذا الحديث من قرأ قل هو الله أحد في ليلة 1000 مرة فقد شر نفسه من الله، وما معنى ذلك؟ لا أعرف هذا الحديث، لكن سورة الإخلاص الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن في الفضل والخير، لأنها صفة الله عز وجل، هي النوع الثالث من أنواع التوحيد. فيها لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذه السورة في الأسماء والصفات: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.